دلوقتي هنروح علشان نتابع أبرز عناوين الصحف الأردنية، وبتنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية. آية صباح الخير، أبرز عناوين الصحف التونسية الأردنية اللي لفتت نظرك. صباح الخير داليا، وصباح الخير على كافة المشاهدين. حقيقة يعني الخبر الأبرز كان حقيقة ما أعلنه الأمن العام بالأمس عن حل قضية تم أو مضى عليها أكثر من 35 عاما. يعني هذه القضية حدثت عام 1987، وهي مقتل أحد الأشخاص من الجنسية العربية، وتم إغلاق الملف في ذلك الوقت بسبب عدم وجود أي أدلة تبين من هو القاتل. ولكن بالأمس تم الكشف عن القاتل، وبعد العديد من التحقيقات تبين يعني ملابسات ومجريات هذه القضية. دعينا أقول لك بأن الأمن منذ العام الماضي وهو يقوم بفتح ملفات خاصة بقضايا قديمة، يقوم بإعادة فتحها وحلها. يعني العام الماضي كان هناك ما يقارب 3 أو 4 قضايا مضى عليهم أكثر من 20 عاما، تم حل هذه القضايا وتم الكشف من هو القاتل وملابسات هذه الجرائم. طبعا أيضا بما أننا نتحدث عن الأمن العام، فكما تعلمون من العام الماضي والأمن العام يشن هجوم على المخدرات ومكافحة المخدرات. حقيقة هناك يعني العديد من القضايا التي تم نشرها بالأمس حول نسب المكافحات التي قام بها الأمن العام للقضاء على المخدرات. تم إلقاء القبض على 2 مطلوبين يعتبرون من أخطر الشخوص الذين يتاجرون في المخدرات، فكان يعني هذه أبرز ما تحدث عنه الأمن على عام من إنجازات. يعني نعم آية، يمكن القصة اللي أنت حكيتيها الحقيقة أنها أشبه بأفلام السينما، كشف جريمة قتل بعد 35 سنة. لو عندك تفاصيل أكتر، إزاي استدلوا على القاتل بعد كل المدة دي؟ نعم، حقيقة داليا الشخص المقتول هو حارس عقار لإحدى البنايات التي هي قيد الإنشاء، يعني في ذلك الوقت عام 87 تبين بأنه من المؤكد أن يكون من قام بهذه الجريمة هو شخص من محيط المكان. يعني بعد الأدلة وبعد الدراسات تبين بأن القاتل هو شخص يعمل في نفس البناية كعامل، ولكنه كان في يعني في هذا اليوم الذي تمت فيه الجريمة كان يريد أن يسرق بعض المعدات وبعض المواد البناء. وعندما كشف الحارس أمره قام بإطلاق عيارين من النار عليه، وانتهت القضية لأنه لم يعرف وقتها من هو القاتل. ولكن بعد إلقاء القبض عليه كشف ملابسات الجريمة، وتبين بأنه يعني قام بقتل حارس العقار خشية من أن يقوم بكشف أمره، خاصة بأنه تبين أنه سابقا كان يعني هو شرح للأمن بأنه كان يقوم بالعديد من عمليات سرقة مواد البناء والمعدات من أجل ممكن بيعها. لكن يعني تبين بأنه هو القاتل بعد 35 عاما. حاليا تم تحويل القضية إلى الجنايات، وسيتم يعني إجراء اللازم ل يعني بيان حكم على هذا الشخص. نعم داليا. درامية جدا يا آية القصة، والحقيقة أنها يعني الدرامي أكتر فيها أنه اعترف بعد 35 سنة وما اعترفش وقت ارتكابه للجريمة. طيب آية، لو تقول لنا إيه تاني من أهم العناوين الصحف اللي لفت نظرك النهاردة في الأردن؟ نعم، حقيقة داليا يعني الأردن كما تعلمون كباقي الدول العربية شهد يعني هطول أمطار كثيف في الأيام الماضية. لا زالت يعني درجات الحرارة منخفضة في الأردن، ولكن الخبر الجيد بأنه نسبة امتلاء السدود نوعا ما جيدة هذا العام مع آخر منخفض جوي. كما تعلمون الأردن يعد من أفقر دول العالم مائيا. حاليا الأردن يعتمد على مياه الأمطار من أجل ملء السدود ويعني سد العجز الحاصل بسبب نقص المياه. تبين بأنه ما يقارب يعني نسبة 40.44% كانت نسبة تخزين السدود من آخر منخفض، ما يقارب يعني 25 مليون متر مكعب من المياه دخلت، يعني كميات مياه دخلت على السدود في الأردن في هذا المنخفض الأخير. يعني وزير المياه يرى بأن هذا شيء مبشر بالخير، بأنه يعني هطول الأمطار هذا العام نوعا ما جيد مقارنة
بالعام الماضي. يعني الأردن يعاني من التغير المناخي وما يعني يتتبع له من يعني أضرار على الزراعة وعلى حصة الفرد من المياه، ولكن الحمد لله يعني نعم. نوعا ما يعني مع ملء هذه السدود فوزير المياه يرى بأنه هناك يعني بشائر خير. نعم داليا. شكرا آية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. يمكن القصة اللي أنت حكيتيها لو تقدمت في السينما هيتقال إنها مبالغة، لكن الحقيقة أحيانا بيكون فيها دراما أكتر من السينما. آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، أنا بشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي هنروح مرة تانية لجادة وليندا علشان نتابع آخر أخبار الرياضة.